حضراتكم ومعانا الاستاذ سيد من الفيوم. استاذ سيد السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيب. طيب يا فندم، انت بس على السلام. بقول لحضرتك، هو لما يبقى في حد انا عارف ان هو مثلا مش كويس وهو طلب مني المساعده ان انا اساعده وانا اتاخرت عنه، هل انا عليا وزر كده ولا لا؟ لو كان ما عندوش غيرك وانت يعني قصرت في حقه وانت كمان، اصل ممكن تكون انت مذنب عشان حاجتين. خليني اكلمك بصراحه يعني عشان نتكلم في العقل خصيم نفسه. اول حاجه، انت عرفت منين ان هو مش كويس؟ فحتى لو انت قلت ان انت ما نخاف ان احنا نكون بنتجسس او بنتحسس او ماشيين ورا الظنون السيئه، فاياك والظنون السيئه واياك بين التجسس والتحسس. فارجع تاني اعمل للراجل ده صفحه جديده وما تقولش عليه وحش. الامر التاني، ان مش من الشهامه ولا المروءه نسيب الناس حتى لو احنا راينا فيهم ان هم ناس مش كويسه. ما جايز زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على عاهرة، تصدق اليوم على سارق. مش ممكن ده المساعدة اللي انت بتساعدها ده يغير حاله ويشقلب حاله فينصلح حاله فتكون انت سبب هدايته؟ فكر ازاي انت دايما تتعامل مع الناس بمحاسن الأخلاق. وأبدا الإنسان حسن الأخلاق مش اللي بيعامل الناس حسب الصورة اللي عنده، لكن بيعامل الناس بحسب نظرته ونظروا لله سبحانه وتعالى. تمام. أم شريف، السيدة أم شريف. تمام. أم شريف، يبدو يبدو إن إحنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور؟ نعمة والله الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب ويعود عليك الأيام بخير يا رب وعلى أمة محمد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بقول لحضرتك أنا دلوقتي حضرتك دلوقتي انا كنت حضرتك بتتكلم عن النبي، بس انا حاولت اوصل لحضرتك ما عرفتش. اتفضلي. اديكي 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 اهو امامي. بس انا عندي طمعان في حاجه صغيره كده، ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. ماشي، حاضر حاضر اهو، حاضر اهو كده كويس. اتفضلي اتكلمي. اتفضلي. بص حضرتك، انا كنت نادره نادي بس من سنين الحقيقه. طيب. وانا قلت اعمل ايه؟ اعمل عيش ولحمه. طيب. طبعا الظروف متلخبطه معايا جامد فما عملتش. فعليا وزر ايه بقى يعني مثلا؟ والسؤال الثاني ان انا مثلا يعني كنت عملت خطا كده وقلت يا رب والنبي مش هعمله تاني، بس رجعت عملته. طيب. فحاسه ان ربنا مش راضي عني، اعمل ايه؟ هقول لك عشان ربنا يرضى عني. هقول لك تعملي ايه؟ اول حاجه اللي انت عملتيه ده انت ما عليكيش اسم طالما النذر انت مش قادره عليه. لكن لو انت مش هتقدري تعملي النذر ده خالص اللي هو بتاع العيش واللحمه ده، خلاص اطعمي 10 مساكين ويبقى دوت ان شاء الله جبران لعدم توفيتك بالنذر. يبقى اطعام ال 10 مساكين ده جبران ان انت ما قدرتيش توفي بالنذر، اذا ما كنتيش هتقدري توفي بيه تاني خالص. طيب الحاجه الثانيه، انت حلفتي ان انت ما تعمليش ذنب ورجعتي له تاني، توبي الى الله، توبي الى الله سبحانه وتعالى وانكسري الى الله واطلبوا منه العون والمدد ان هو سبحانه وتعالى يقبل توبتك. استاذ عبد الناصر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا رب. انا اول مره اكلم حضرتك بصراحه، بتابع حضرتك بقالي فتره كبيره واول مره اكلم حضرتك. على راسي. الله يكرمك يا رب، ربنا يبارك لك. اول حاجه انا عايز حضرتك يعني بعد اذن حضرتك تدعي لي كده، ربنا يرزقني زوجه صالحه ان شاء الله. لاني انا انفصلت عن زوجتي بقالي فتره وبعد كده اتحاسبت. انفصلت من قد ايه يا حاج ناصر؟ بقالي 3 سنين او اكتر. كويس، بس عشان هو احنا عندنا مده لازم الانسان يفضلها كده عشان يتعافى من التجربه السابقه. لكن 3 سنين. الجواز الاولاني كان كام سنه؟ الجواز الاولاني كان 10، ده اكتر من 3 سنين، ده انا دخلت في 4 سنين كمان يعني 3 سنين. لا، الجواز الثاني كان كام سنه؟ كان 10 سنين. 10 سنين برضو. عيد تقييم التجربة وشوف كده لو في أولاد، عيد تقييم التجربة، لأن الواحد لما تمر عليه مدة ممكن يعيد تقييم التجربة ويعرف إذا كان ممكن يرجع تاني ولا لا. والله أنا حاولت بصراحة أرجع تاني، هو أنا فعلا حاولت وأنا سايب لهم الشقة ومقعدهم معايا في نفس البيت اللي أنا قاعد فيه، دي عاملة لي مشكلة لأن أنا بقى عندي أولاد ولازم تقعد معايا، هودي الأولاد فين؟ فاضطريت إن هم يفضلوا معايا في نفس البيت اللي أنا عندي. لو أنت عايز ترجع، لو انت عايز ترجع لازم تدخل وسيط. مفيش، لا عندها
حاجه عجيبه، ورحت لجنه ردت الفتوى في الازهر ومش عايزه تقتنع بلجنه الفتوى. لا تعال 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 لنا يعني ان شاء الله يكون دوت جهد مشكور للجنه الفتوى، لكن تعال لنا على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه، انا بنصحك بده. خلاص انا بنصح حضرتك يا استاذ عبد الناصر تجينا وان شاء الله نسعد ونتبرك ان شاء الله بهذا.